مساء الخير على كل متابعينا الكرام، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ حبينا النهارده نعرض لكم عن اسعار المراوح العمود، طبعا عشان موسم الصيف ابتدى كل الناس تسال على اسعار المراوح وجالنا استفسارات كتير، ايه هي المراوح الكويسه اللي موجوده في السوق او ايه المراوح اللي اشتريها طبعا وما تتحرقش معايا بسرعه. اللي قدامنا هنا يا جماعه نعرض لكم دول افضل انواع المراوح اللي موجوده في السوق طبعا، بس بجانب التوشيبا والتورنادو لانهم ناقصين حاليا من السوق. فنبدا نتكلم مع بعض. اول حاجه عندنا دي يا جماعه، اول حاجه الصاني العمود ال 20 بوصه المعدن، ودي بتكون موتور تايواني بالكامل زي ما احنا شايفين كده. الريش بتاعتها بتكون ريش معدن، الجسم بتاعها بيكون جسم معدن، الحجم بتاعها بيكون حجم 20 بوصه زي ما احنا شايفين. القاعده بتاعتها بتكون قاعده مدوره بالكامل، القاعده بتاعتها متينه طبعا ما تخليش المروحه تتهز. نبص على الجسم الثاني بتاعها، دي 20 بوصه برده معدن، برده القاعده بتاعتها اختلاف الشكل. عندنا هنا دي بتكون الطول بتاعها اطول شويه بس بتكون القاعده بتاعتها اصغر. الاولانيه دي يا جماعه السعر بتاعها بيكون 1100 جنيه، والثانيه دي بيكون السعر بتاعها 950 جنيه. نيجي نبص على اللي بعديها، دي كاس العمود 20 بوصه، دي بتكون برده معدن بالكامل زي ما احنا شايفين عندنا كده، بس بتكون الجسم بتاعها او الريشه بتاعتها بلاستيك، بتكون ثلاث سرعات زي ما احنا عندنا عارفين السرعات بتاعتها من الظهر هنا اهي، ثلاث سرعات، اعلى سرعه فيها بتكون ثالث سرعه اللي هو طبعا قدامنا. الريشه بتاعتها دي بتكون ريشه بلاستيك. شركه كاسل شركه معروفه طبعا في مجال الاجهزه حاليا، شركه متطوره جدا. نيجي بعديها على الفريش ال 20 بوصه الشبح، ودي طبعا اشهر مروحه موجوده في السوق المصري فريش الشبح، ودي بتكون ال 20 بوصه منها بيكون متوفر منها موديل بريموت وموديل من غير ريموت، ودي بيكون سعرها 775 جنيه زي ما احنا شايفين. عندنا القاعده بتاعتها الحلزونيه المدوره دي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. اللي بعديها دي ال 18 بوصه برده، دي ال 18 بوصه بيكون متوفر منها موديل بريموت وموديل من غير ريموت، دي الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين قلنا الشكل الحلزوني، ودي بتكون يا جماعه سعرها 700 جنيه، ودي بتكون سعرها 775، والريبرموت منها بتكون سعرها 850 جنيه. شركه فريش الضمان بتاعها بيكون ضمان 5 سنين، شركه كاسل بتكون ضمان 3 سنين، شركه صاني طبعا بتكون ضمان بتاعها 3 سنين. الموتور بتاعها زي ما احنا قلنا بيكون موتور تايواني بالكامل، الجسم بتاعها ده بيكون جسم معدن، ده معدن، وطبعا الريشه زي ما احنا قلنا ريشه معدن. وانا بفضل الصراحه المروحه الصاني، ناس كتير هتكون مجربه المروحه الصاني ومستني تعليقاتكم عن المروحه الصاني او حد لو جرب المروحه الصاني. نيجي نبص هنا يا جماعه زي ما احنا اتكلمنا على 20 بوصه، وال 20 بوصه دي بتكون يعتبر من افضل المراوح مبيعا في السوق المصري من شركه فريش، اللي هي طبعا الموتور بتاعها سريع، المروحه بتاعتها كويسه، بس اختلاف طبعا ان الصوت بتاعها بيكون صوت عالي شويه. نيجي نبص هنا عندنا دي ال 18 بوصه من الفريش، ودي بتكون برده اسمها موديل الشبح، دي بتكون من غير ريموت وبتكون ثلاث سرعات، متوفر منها برده موديل بالريموت، طبعا الريموت ده اللي انا اتحكم فيها عن بعد. الضمان بتاعها بيكون ضمان 5 سنين شركه فريش في المراوح. عندنا هنا اللي بعديها دي ماركه ناتوكال، ودي ماركه طبعا من الماركات الشعبي، هي والاقايل اللي جنبيها دي بيكونوا ماركات خفيفه في السوق طبعا، للحاجات اللي هي الاستعمال بتاعها خفيف يعني. دي بيكون سعرها 350 جنيه، ودي سعرها بيكون 450 جنيه. دي هنا 18 بوصه زي ما احنا شايفين الشكل بتاعها كده، بس الماتيريال بتاعها بيكون ماتيريال خفيف يعني مش ماتيريال قوي، ماتيريال والجسم والريش نفسها المروحه طبعا زي ما احنا عارفين، بس دي بتكون حاجات يعني في الرخيص يعني حاجات كويسه. نيجي بس انا نبص على الاقايل اللي جنبيها، دي بتكون المروحه بتاعتها 6 ريشه، الضمان بتاعها بيكون ضمان سنه، دي بتكون بريموت 18 بوصه طبعا، دي بتكون فيها المستويات بتاعتها هنا كل حاجه مكتوبه قدامنا ومشروحه عندنا هنا في الموديل بتاع الاقايل زي ما احنا شايفين. نيجي نبص هنا يا جماعه اللي بعديها، دي بتكون كاسل 18 بوصه، ودي بيكون متوفر منها اربع موديلات، دي الريشه بتاعتها بتكون خمسه ريشه زي ما احنا شايفين كده، دي الريشه، الضمان بتاعها بيكون ضمان ثلاث سنين، القاعده بتاعتها بتكون قاعده مربعه زي ما احنا شايفين كده. طبعا يا جماعه شركه كاسل زي ما احنا قلنا شركه كويسه في المراوح، المروحه بتاعتها الصوت بتاعها ما بيكونش موجود، سرعه الموتور نفسه سرعه كويسه يعني، المروحه نفسها الماتيريال بتاعها نظيف ومروحه كويسه موجوده في السوق المصري. نيجي نبص على اللي بعديها دي يا جماعه، الفريش 16 بوصه، ودي بيكون اسمها فريش سمارت بيانو زي ما احنا شايفين الموديل بتاعها مكتوب عليه اهو، فريش سمارت، ودي بتكون 16 بوصه بدون ريموت، وبيكون متوفر منها موديل بريموت. اللي بدون ريموت دي يا جماعه سعرها بيكون 600 جنيه حاليا في عروض شهر 6. طبعا اسعار المراوح يا جماعه بتتغير في يوم وليله، لان احنا كل ما بنقرب في موسم الصيف او كل مثلا ما الجو بيحرر اكتر كل ما السعر بيرفع في المراوح وما بتكونش متوفره كتير. اللي قدامنا اللي احنا قلنا عليها دي يا جماعه الفريش سمارت بيانو، دي بتكون 16 بوصه 3 ريشه طبعا، دي بتكون 3 سرعات، الضمان بتاعها بيكون ضمان 5 سنين وسعرها 600 جنيه. نبص على الموديل اللي بعديها يا جماعه، ودي موديل اسمه توب فريش. التوب دي يا جماعه بتكون 16 بوصه بريموت، ودي الشكل الجديد،
الديجيتال الموجوده طبعا من شركه فريش، بتظهر لنا هنا كل حاجه عندنا في الشاشه الصغيره دي، ودي بيكون في منها بريموت والدور ريموت. اللي بريموت عندنا دي يا جماعه بيكون سعرها 700 جنيه، واللي من غير ريموت سعرها بيكون 650 جنيه. وعندنا هنا يا جماعه الحامل المعدن ده، اللي هو طبعا لو محتاج اعلي المروحه او اوطيها، ودي بيكون ضمانها 5 سنين برضو من شركه فريش. نيجي نبص على اللي بعديها دي يا جماعه، دي اسمها ستاند جالاكسي، دي بيكون ضمان 3 سنين من فريش، ودي بتكون مروحه يعني يعتبر من اول الفئات اللي موجوده من شركه فريش. دي سعرها بيكون 570 جنيه، وبتكون 3 سرعات، والقعده بتاعتها زي ما احنا شايفين كده، بيكون الحجم بتاعها 16 بوصه، الضمان بتاعها بيكون ضمان 3 سنين كامل. وكده احنا يا جماعه انتهينا من كل العرض اللي موجود عندنا، ونرجع نعيد تاني الاسعار ما قلنا عليها. دي 570 جنيه، دي اسمها ستاند جالاكسي. في اللي بعديها دي يا جماعه سمارت توب، طبعا فريش سمارت توب، دي بتكون سعرها 650 جنيه من غير ريموت، 700 جنيه بريموت، ودي بيكون فيها الحامل المعدن زي ما احنا قلنا. اللي بعديها دي يا جماعه فريش سمارت زي ما احنا شايفين قدامنا دي كده، دي سعرها بيكون 600 جنيه من غير ريموت، 650 جنيه بريموت. اللي قدامنا دي كاسل ال 18 بوصه 5 ريشه، بتكون 650 جنيه من غير ريموت. طبعا اللي قدامنا الاقاي دي احنا قلنا عليها من غير ريموت ب 400 جنيه، بريموت ب 450 جنيه. اللي بعديها الناتو كروم دي يا جماعه سعرها 350 جنيه، دي 18 بوصه 5 ريشه. نيجي نبص على اللي بعديها دي يا جماعه الفريش 18 بوصه اللي هي الشبح، دي سعرها 700 جنيه من غير ريموت، واللي بريموت منها ب 750 جنيه. متوفر برده ال 20 بوصه اللي هي من غير ريموت ب 775 جنيه، ودي متوفر منها بريموت ب 850 جنيه. متوفر عندنا اللي هي ال 20 بوصه اللي هي الكاسل زي كده اللي قدامنا المعدن زي كده، دي الريشه البلاستيك بتكون سعرها 850 جنيه، ومتوفر منها اللي هي الريشه المعدن سعرها 950 جنيه. ومتوفر طبعا يا جماعه المراوح اللي هي المقاسات الكبيره اللي هي ال 26 وال 30 اللي هي بتاعت المطاعم والكافيهات، دي سعرها من الكاسب بيكون ب 1350، والمقاس الكبير منها بيكون ب 1450. عندنا الصاني المعدن اللي احنا قلنا عليها دي طبعا، ودي يعتبر من افضل المراوح اللي موجوده فعلا في السوق المصري، دي سعرها النهارده 1050، دي 950 جنيه اسف. واللي عندنا دي بيكون سعرها 1100. ودي كده يا جماعه جميع الاسعار اللي احنا قلنا عليها. طبعا عندنا التورنادو اللي هي ال 16 بوصه سعرها بيكون 700 جنيه، التورنادو ال 18 بوصه بيكون سعرها 800 جنيه، التورنادو الحائط بيكون سعرها اللهم صل على النبي سعرها بيكون 600 جنيه. وكده يا جماعه احنا عرضنا لكم كل الاسعار المراوح العمود اللي موجوده في السوق. يا رب يا جماعه الفيديو ده يكون عجبكم، ويا رب تنزلونا بفيديو جديد ان شاء الله طبعا عن اسعار التكييفات واسعار مبردات الصحراوي. ويا رب يا جماعه يكون الفيديو ده عجبكم، ومتشكر ليكم، واسف لو انا طبعا طولت عليكم. السلام عليكم. هننقل لكم برضو اسعار مبردات الصحراوي او المكيف الصحراوي الجديد اللي بيشتغل معانا بالميه والتلج، وطبعا ايه هي افضل الماركات اللي موجوده فيه حاليا، لان في ماركات كتير موجوده في السوق، لكن انا من وجهه نظري انا برشح طبعا شركه كاسل، شركه جاك، دول يعتبر من افضل الماركات اللي موجوده في المبرد الصحراوي. اللي قدامنا ده يا جماعه بيكون مقاس 85 لتر، اللي جنبيه ده بيكون مقاس 65 لتر، عندنا هنا الفريش ده بيكون مقاس 90 لتر، الخزان بتاعه زي ما احنا شايفين بتاعه كده، كل اللي تحت ده الخزان بتاع الميه 90 لتر. في اللي جوه عندنا ده يا جماعه الكاسل ال 45 لتر زي ما احنا شايفين، ده ال 45 لتر اللي هو الديجيتال بريموت منه زي ما احنا شايفين الموديل بتاعه كده. عندنا اللي في النص هنا ده يا جماعه بيكون جاك ال 36 لتر اللي هو المقاس الوسط، هو ده. طبعا يا جماعه الحاجات دي كلها احنا بنشتغل عليها، عايزين نشتغل بتلج، عايزين نشتغل بميه، عايزين نشتغل ميه عاديه من الحنفيه، كل الحاجات دي كويسه وبتشتغل معانا وبتجيب هواس تاني. اهم حاجه طبعا ان احنا نحافظ على الجهاز عشان الجهاز يعيش معانا عمر طويل وما يحصلش فيه اي مشاكل بسرعه، الفلاتر بتاعته تتغير بسرعه في الوقت اللي طبعا بتاع المظبوط ان احنا نغيره. كده يا جماعه احنا عرضنا لكم طبعا الحاجات دي عشان طبعا احنا كنا اتسالنا عليها الفتره اللي فاتت. يعني عندنا الجاك ده سعره عامل 2200 جنيه، الجاك اللي بعد منه دون ال 36 لتر ده سعره 1500 جنيه، الجاك اللي هو الديجيتال اللي هو بريموت دون عامل 1850. نيجي نبص على الجاك ال 65 لتر اللي هو بدون ريموت وبدون ديجيتال، ده ال 65 لتر منه ده سعره بيكون 2000 جنيه، ال 65 لتر يا جماعه بيكون سعره 2250. ودي كده يا جماعه اسعار المبردات، وان شاء الله يكون عندنا بكره عرض في التورنادو.